عبد الصمد. السلام عليكم خويا نور الدين. مرحبا. الله ينورك خويا، الله يبارك فيك. كدير انت؟ بارك الله فيك. مرحبا بمدينة خريبقة عزيزة. سيدي مرحبا بنا عندك. واقيلا راه كيبان لي الدم عندك قريب لينا شويه. قلت سيدي قاسم. مرحبا مرحبا، انت سي رشيد طوزي انت. دوريجين دوريجين سيدي قاسم دوريجين، ما كاينش. مرحبا، وانا خريبقة دوريجين. العائلة، فالوالد ديالي كان كيلعب مع الوالد ديالو، قريب سيدي قاسم والتكوين وبزاف. سيدي قاسم درت معاهم سينيور في 74، مشيت المولاي رشيد والى اخره. وي عبد الصمد مرحبا. يا تبارك الله تبارك الله خويا، الله يبارك عبد الصمد فيك اختك خويا، بارك الله. العواشر علينا وعليك اخويا ان شاء الله، باش ما تمنيتي انت وجميع الساكنه المغربيه بشكل عام. كنتمنوا من الله هاد الايام المباركه هذه تدخل علينا بالصحه والسلامه، ويتقبل من الله الصيام والقيام، وفي نفس الوقت ندعيو باش الله عز وجل يخرجنا ان شاء الله من هذا الوباء هذا، ويتجاوز علينا ويخفف علينا من هذا الوباء هذا ان شاء الله. عبد الصمد. بالطبع المحطه الاولى غتكون مدينه خريبقة لوسيكا. ترجعنا للذاكره الايام. صحيح اخويا، انا اللي ما كيعرفنيش مزيان، انا دوريجين ابن مدينه خريبقة. الوالدين عندي بجوج من بنيه بني ملال، ولكن الزياده ديالي النشاه ديالي البدايه ديالي في التكوين كلاعب كلها دازت من الفئه الصغرى ديال اولمبيك خريبقة، من الكساكيس حتى للفريق الاول الحمد لله، وعاد من بعد جات محطات اخرى. يعني كتبقى خريبقة ومدينه خريبقة هما اللي عطاو البدايه لرفيق، فالفضل ديال الله سبحانه وتعالى ثم ديال الفريق اولمبيك خريبقة على رفيق عبد الصمد. عبد الصمد، يعني كرة القدم في خريبقة هي عندها واحد الخاصية، يعني كنعقلوا ايامات اللوزاني ايامات مديح كانوا قاصحين، يعني بهذه الكلمة. واش الطبيعة؟ واش وشوف، هو اللي كيعرف الناس ديال خريبقة هي ماشي قصوحية بقدر ما هو شوية ديال المعقول. فكنظن بأنه أي واحد كيجي لمدينة خريبقة كيلقى الناس في المستوى، عقلية ديال الناس اللي هما بساط، كيبغيو اللي كيبغيهم، كيبغيو اللي كيخدم معاهم. فما كنظنش بأنها قصوحية بقدر ما هي واحد شوية انا ديال كنقول المعقول. القصوحيه عند اللغه العربيه شويه كتخوني، يعني في الكوره في دور، يعني في الماتش في ساعه ونص كدوز ديال بصح ماشي. وي، هذه تعرفت على خريبقة منذ البدايات، يعني جميع لي جينيراسيون اللي دازوا في اولمبيك خريبقة معروف عليهم دائما الحمد لله كتكون لياقه بدنيه. هذا راجع بالاساس اللي بغيت للموقع نقول الجغرافي ديال مدينه خريبقة، الموقع الجغرافي لاننا كنتواجدوا تقريبا بواحد 400 متر باش عالين على سطح البحر، وبالتالي فعندنا اون كليما اللي هي ساش كتخلي بانه حنا في فتره الاعداد، فكنفضلوا البدايه تكون غير في مدينه خريبقة، لان ديك لوكسيجيناسيون داك لو ترافاي ايغوبي كما كنقولوا بلغه الكره كيكون ساهل انك ديرو في خريبقة. من بعد ملي كتمشي لواحد المنطقه اللي هي ساحليه ولا هذا، فالحمد لله المردود كيكون افضل. وكما قلتي فهذا هو سر ديك القصوحيه عند المنطقه ككل، ماشي غير خريبقة، ممكن نقول حتى بني ملال حتى خنيفرة. صحيح. وكانوا مدربين خلاو البصمات ديالهم في خريبقة مدربين، وكذلك تسير رؤساء. صحيح، خريبقة راه دازوا منها تبارك الله مسيرين كبار كبار في الاسم، كبار في المستوى، كبار في العطاء. يكفي نذكروا سي بن هيما، ممكن نقول لك سي احمد شربي، سي السكادي، هادو كلهم الناس اللي كنظن خلاو البصمه، بغض النظر على النقائص ديال كل واحد، لان الكمال لله حتى واحد ما كامل، ولكن كيبقاو الناس اللي خدموا المدينه بطريقه او باخرى الحمد لله. كما قلتي في الاول، راه من الاشياء اللي كتنفس على السكنه ديال مدينه خريبقة راه هي كره القدم، هو ذاك الفريق ديال اولمبيك خريبقة. وبالتالي ف هاد الناس هادو فهم قدموا واحد الاضافات للمدينه. ما ننساش حتى المجموعه ديال المكتب الشريف الفوسفات، هذه هي الراعي النسمي، هو المؤسس الاول ديال 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 نادي اولمبيك خريبقة، لان في الاول احنا ما كناش فريق تابع للجامعه بقدر ما كنا فريق اللي كونوا المكتب الشريف الفوسفات للابناء، الناس
اللي خدامين في المكتب الشريف في فوسفات. من بعد الامور تطورات، من بعد مني تحولت الامور، بدات بدينا كنشوفوا مجموعه وطنيه، بدينا كنشوفوا اللعب على المستوى الوطني، فانا ذلك الجميع انخرط ولينا كنشوف فريق ديال المدينه ككل. حتى اللاعبين تذكرنا في اللاعبين اللي كانوا الاخوان العساس على ما كيظهر ليا اللي دازوا زعما كان اسماء اللي كانت بارزه، المرحوم جواد. واخويا انا الا بغيت نرجع معاك نرجع معاك للجيل الاول، واحد الجيل اللي صراحه حنا كنحتارموه لان دوزناهم كمدربين، منهم المرحوم عبد الرحيم حرشي الله يرحمه، كاين السي مصطفى كنزي، كاين سي باغيتي اللي هو مدير ديال التكوين دابا، كاين السي الاسماء فيه عديده، حدار، طونزين، الغرف مولاي هاشم. الغرف مولاي هاشم راه عنده اسم كبير في مدينه خويجه، لانه صحيح لانه كان لاعب محترف في اوروبا ولاعب في المنتخب الوطني وعاد زياده لاعب في اولمبيك خريبكا، يعني من الاسماء الكبيره في هذا. يسمحوا لي الناس اللي ما ذكرتش السميات ديالهم، لا السي محمد قصير، لا العدد كبير. وكتجي عاوتاني كتجي الجيل الاخر اللي هو ديال هشام العساس وديال الحدومي وديال الزرقاوي وديال طونزين وفي داديات بجوج، وعاد من بعد جا واحد الجيل اللي هو كان بالنسبه لي انا احسن جيل داز في خريبكا، هو الجيل ديال 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 الاخ ديالي رفيق عبد الرحمن وعثمان العساس وخالد المعروفي وشعيب البطاش، هادو رغم انهم ما فازوش بالالقاب مع خريبكا بحال الجيل ديالي انا مع الوراد وبقلال والتريكي وهذا، ولكن كانوا جيل صراحه كيشهدوا لي الناس في المدينه بانه جيل متميز في كره القدم، يعني بمعنى كره القدم. طبعا المهم المحطه خريبكا نقدو مزيانه. قلت من بعد خريبكا يعني كتمشيو لمدينه سالا، من بعد كمل لنا المشوار ديالك. فمن بعد ما لعبت تقريبا في فريق اولمبيك خريبكا، فريق اولمبيك خريبكا الحمد لله صعدت له وانا في العمر ديال 16 سنه مع المرحوم السي مصطفى مديح الله يرحمه، فصعدت للفريق الاول وبديت كناخذ معاه التدريب في العمر ديال 19 سنه، فدرت ان طومبلا، كان لازم على انني نقلب شويه على التنافسيه لان ما كانتش عندي مكانه مع الفريق الاول، ما غنقولش كرويا ولكن كانت اشياء اخرى هناك في اولمبيك خريبكا ما خلاتنيش نستقر ونلعب في مدينه خريبكا، فقلبت على انني نشوف منافسه خارجيه، وجاتني المحطة ديال جمعية سالا، محطة مهمة في المشوار ديالي الكروي، هي اللي عطاتني انطلاقة في البطولة الوطنية، عطاتني انطلاقة مع المنتخب الأولمبي، والحمد لله تم لعبت دوري الصداقة الدولي اللي فزنا به في قطر بمشاركة ديال مجموعة ديال المنتخبات الأوروبية والأمريكية اللاتينية وديال آسيا، ومنه لعبت الإقصائيات ديال أولمبياد أثينا اللي كنت قريب على أنني نشارك فيها لولا واحد الزوبعة كانت ناضت قبل ما غادي تخرج لا ليست تقريبا بواحد 24 ساعه، لانه كانت تعطاتنا لا ليست بان سورت فيرتويال ماشي حقيقيه، وجدنا ريوسنا صوبنا الكومبليت اخويا نور الدين وهذا، ولكن من بعد وقعت واحد الزوبعه لان كنا لعبنا واحد تورنوا كانت شاركت فيها على ما اظن كوريا الجنوبيه والمنتخب ديال مالي كانت في الرباط، وناضت زوبعه المنتخب الاولمبي بانه بعض العناصر خصها تكون خصها يعيط على واحدين اخرين، تما وقع واحد التغيير في لا ليست، انا وشي تقريبا شي خمسه اللاعبين ما مشيناش ديك الاولمبياد، ومشاو خوتنا المغاربه اللي الحمد لله راهم دوزوا تورنوا في المستوى وجاو. كما قلت لك هذيك المحطه ديال سلا كانت محطه مهمه، منها دزت من هذه المراحل كلها وبها باش رجعت من بعد الاولمبيك خريبكا وانا في واحد موقف قوه، ما بقيتش في موقف الضعف اللي كنت فيه قبل، وفرضت نفسي الحمد لله مع اولمبيك خريبكا في موسمين، توجت هداف ديال الفريق في بطوله وطنيه وفي كاس العرش، ثم السنه اللي موراها توجت هداف ديال اولمبيك خريبكا في الكاس الافريقيه، والحمد لله سجلت خمسه الاهداف في مباراه واحده، كيبقى عندي الحمد لله هذا الركور هذا كنعتز به مع هذا الفريق ديالي. من بعد جاء الترونسفير ديال الوداد البيضاوي، اكيد عندك اسئله كثير على موضوع الوداد البيضاوي. الترونسفير يعني انت كنت كتنتز بالعسريه يعني البي غوش، واش هذاك البي غوش هو اللي جابك للوداد؟ شوف لي بي غوش كما كيقول السي بن عبيشه، السي حسن بن عبيشه، تحيه كبيره للسي حسن بن عبيشه مدرب كبير. السي بن عبيشه كيقول لك قليل فين تلقى ان غوشي وتلقاه ما تعرفش يلعب الكره، ولكن سي غار باش تلقى مثلا ان غوشي وتلقاه يقدر يلعب معاك لو جو، ويقدر مثلا يكون عنده مثلا اون كونديسيون فيزيك اللي كتساهم في شي حويجات مثلا في لا بيرفورمانس ديال اون ايكيب، وتلقى واحد الميزه اخرى هي الضربه الثابته. فالحمد لله هو كان دائما كيشكرني كيقول لي بانه راه كاين 10 واحد اللي داز في المغرب بالبيي غوش
اللي كيعرف يلعب ان نيميرو 10 وكيسجل وفي نفس الوقت كيساهم مع الفرقه في ديك لا كونستركسيون ديال لو جو وهذا. فشهاده كنعتز بها من السي حسن بن عبيشه. فالعسريه وقيله هي اللي جابتني الوداد. يعني انت يا في هذيك لا بيريود واش كانوا عندك دي زيدول في اوروبا بحال دابا الشكل ديال بلاتيني ولا باجيو حتى هما عسريين؟ انا كان كي اللي كنت كنشوفه بزاف هو اللاعب البلغاري ستوشكوف. هذاك اللاعب البلغاري ستوشكوف كان نيميرو 10 ديال بلغاريا وكان في برشلونة. فانا كان دائما كي اتيريني رغم انني ريالي في زعما في الفريق اللي كنحب الان نتفرج فيه في الدوريات الاوروبيه. فانا من المتتبعين ماشي من العشاق باش الناس تفهم، المتتبعين ديال ريال مدريد. وستوشكوف كان كي اتيريني في برشلونة في ديك الوقيته ديال المونديال ديال 94، تفرجت فيه مع بلغاريا ومن بعد تفرجت فيه مع برشلونة. فكنت كنحاول على انه نقلده شويه وهذا. ثم كان كيعجبني صراحه في المغرب اللاعب تيمومي، لانه كانت عنده واحد الرجل تبارك الله، واحد اليسرى ساحره فباللمسات ديالو. فكنا كنحاولوا على اننا نتانسبيرو من هاد الناس هادو ونحاولوا شويه نقلدوهم في الدرب ملي كتكون لاعب مع اللاعبين. واكيد ان هذه سي اون ميثود دابرونتيساج اللي كنا كناخذوا بها وخلاتنا على اننا نستوعبوا كره القدم بسرعه. وحنا ما درناش شي تكوين صراحه، ما درناش شي تكوين في كره القدم اللي هو كبير، اللي ربما لو دار الجينيراسيون لا اللي ديالي انا لا اللي قبل شي تكوين اكاديمي في المستوى، ربما كنا نشوفوا لاعبين من طينه كبيره، لائحه موسعه باش نتكلموا عليها. ولكن الحمد لله لابروتيساج خديناه في البطوله الوطنيه، خديناه وحنا عندنا 20 22 23 سنه. فكان الحمد لله على كل حال. رفيق، بالطبع كاين واحد الظاهره بالنسبه للدار البيضاء، يعني صعيب باش تاقلم مع الرجاء ولا مع الوداد، يعني هذه كيقولوها بيضاوه. زعما انت جيتي وتاقلمتي مع الوداد، كان التاقلم ساهل شويه كيفاش درتي ليه؟ ونقول لك اخويا نور الدين، باش تعرف انايا المونتاليتي اللي مشيت بها للوداد. فانايا قبل ما نمشي للوداد كانوا عندي مجموعه عروض، واش نكون معك صريح، كان عرض من الرجاء من الجيش الملكي، وكان عندي عروض من الامارات. والعرض الوداد لانه 3 سنين وهما كيطلبوا الود ديالي باش نكونوا فاهمين. فلقيت اللي جلست مع المسؤولين ديال اولمبيك خريبكا، فقالوا لي شنو كتختار من هاد العروض الثلاثه؟ فقلت لهم انا غنختار العرض اللي غيناسبني وغيناسبكم حتى نتوما، هو العرض ديال الامارات، لانه كان فيه واحد لاصلون ديال المال مزيانه. فإلا مشيت للامارات نتوما غتستافدوا كفريق وانا غنستافد، ومن بعد السنه الماضيه غنرجع لاولمبيك خريبكا. وديك الساعه انا مع اولمبيك خريبكا مشيت لاحتراف اولمبيك خريبكا استافد، بقيت انايا في اولمبيك خريبكا راني لاعب ديال الاولمبيك. فوقع بيني وبينهم اختلاف في الصيغه الماليه، فهما طلبوا على انهم ياخذوا اكثر من 50% في الصفقه. فقلت لهم بانه شيء اللي ما مقبولش بالنسبه لي انا شخصيا، ما يمكنش نقبل بانني ناخذ فقط 50% من الصفقه وانتم كفريق تقبلوا 50%. هذا عرض فقط للاعاره، انا غنبقى في الملك ديالكم، يعني الا درنا واحد الصيغه ديال 60% 40% غادي يكون افضل. فعلى ديك 10% اختلفت معاهم، وانا شي شويه راسي قاصح، هذيك كيعرفوا علي الناس ديال خريبكا، كيعرفوا علي الناس حتى ديال الوداد، فانا راسي شويه قاصح. فانا رفضت، قلت لهم اما العرض الامارات ولا العرض ديال الوداد البيضاوي. فهذيك الساعه جاتني العرض من الحوايج اللي قالوا لي الناس مسؤولين ديال خريبكا، قالوا لي بانه راه مشاو ناس كثار قبل منك للدار البيضاء وما نجحوش، وراه انت ما غتكونش ليكسيبسيون. فانايا قلت له شوف، الا مشيت للوداد البيضاوي غنكون انا هو ليكسيبسيون وغادي ننجح في الوداد البيضاوي، وانتم غتعيطوا لي وغتهنيوني. وبالفعل كتبت هذا الرهان هذا وكتبت التحدي. فانا ما مشيتش فقط باش نلعب كره القدم، ولكن مشيت كتحدي لنفسي وكتحدي للمجموعه ديال الناس صراحه. والحمد لله دوزت 3 المواسم ناجحه في الوداد البيضاوي، خلات على انه ديك الساعه طلب الود ديالي الوداد باش نجدد. جاني الحمد لله عرض من تركيا ديال الفريق كيلعب في اوروبا، جاني عرض من بلغاريا، جاني عرض من سويسرا، وجاني عرض من السعوديه. جوج العروض صراحه من السعوديه اختاريت فيهم الفريق اللي كاين في الديار المقدسه في مكه المكرمه، ومشيت للوحده السعوديه مره الوداد. رفيق، الاصدقاء ديالك اللي خليتي في الوداد، المدرب اللي خليتي في الوداد، الرؤساء اللي خليتي في الوداد؟ الحمد لله الاصدقاء كلهم ديك لا جينيراسيون تقريبا اللي لعبت معاهم كلهم بقى معاهم العلاقه مزيانه. صحيح كاين البعض فيهم اللي ما كنتواصلوش، ولكن واحد النسبه ديال 50% فيهم كلهم كنتواصلوا. عندنا واحد لو جروب في الواتساب مع بعضياتنا، فكل ما شي واحد فينا كيتوحش كيدير واحد نوت فوكال وكيسلم على
الجميع، لان هذه الملاهي ديال الدنيا وكل واحد اعطينا يبتدي. اسماء، واحد جوج دو نون تخوا نون. انا ولويسي دائما كان دائما في تواصل الحمد لله، لويسي هشام دائما تواصل، ممكن نقول لك يونس المنقاري دائما تواصل، لان كان صديق ديالي ديال الغرفه يونس المنقاري، فهو هشام اللويسي، نادر المياغري، ممكن نزيد عليه حتى مراد المسن، هاد الربعه هادو مازال الحمد لله تواصل الى يومنا هذا، البقيه بين فينية واخرى، مره تليفون واتساب ديسكسيون قليله، ولكن الحمد لله باقى شويه الموده بيناتنا. مدرب كذلك خلى البصمه ديالو معاك سي بادو زاكي بالدرجه الاولى، لانه صراحه انا كنا كنتابعوا التعليمات ديالو بلا ما نسولوا علاش وبلا ما نقولوا علاش، وشفنا النتيجه في الميدان. ولكن خليني نقول لك اخويا نور الدين، ملي دخلت المجال ديال التكوين ديال المدربين، عاد عرفت شنو كان كيطلب منا الزكي، وشنو كان كيقول لنا، وشنو التوجه اللي كان باغي لنا. فصراحه المدرب تكتيكي بالدرجه الاولى، وممكن نزيد عليه مسيو خوسي روماو. خوسي روماو هذا ممكن نقول لك ماشي داهيه في التدريب، ولكن انسان اللي كيعرف كيفاش يدير العلاقات مع اللاعبين. خليني نقول لك خونا الدين بانه كنا تقريبا 26 لاعب، 26 لاعب، ولا لاعب ساخط على الوضعيه ديالو داخل الفريق، وهذه اهم حاجه ممكن يتميز بها شي مدرب، سواء حاليا ولا شي مدرب كنقول حتى لنفسي انا يلا بغيت نكون مدرب في المستقبل، فلازم على انني نعرف كيفاش نجير هذاك الجروب، نعرف كيفاش اني نكون صادق معاهم، نعرف كيفاش نخليهم يبغيوني ونبغيهم، يعطيوني في الملعب، نعطيهم انا في الملعب وخارج ارضيه الملعب. فمدرب اللي صراحه خديت منه بزاف الحوايج، ولكن هذه الميزه هذه ديال انه كيعرف كيفاش يكون علاقه ما بين اللاعب وما بين المدرب، فكان كيتميز بها مسيو خوسي روما. بالنسبة للحكمة تسير والتسيير صراحة أنا دائما كان عندي مشكل معهم في الملعب فقط. خارج الملعب ممكن نقول لك سيبو الحواجب صديق ديالي، غادي نبقى نذكر لك في السميات كلهم، سي العاشيري، سي الكزاز اللي كاين في المديرية ديال التحكيم دابا، سي العرجون، ممكن نقول لك الأسماء كثيرة، هادو كلهم أصدقاء ديالي خارج الملعب، ربما كاين اللي كنتواصل معاهم حتى في الهاتف، ولكن في داخل الملعب كيكون عندي معهم مشكل، لانهم دائما كانوا كيقولوا بانني كنت حايل على ضربات الجزاء وكنت حايل على ضربات الخطا، فكانوا ديما لي كارطون كيبغيو يجدوا لي لي كارطون جون، فكان شي شويه ديال ممكن نجبد لك حتى مسيو جيد حتى هو وقع لي مع هذا الفيلم هذا، فانا وياه خارج المستطيل، فاحنا اخوه، ولكن غير كندخلوا التيران فهو حاضي معايا وانا حاضي معاه، هذا هو اللي كاين. لابد الجمهور ديال الوداد يعني لابد شي كلمه شي واش غنقول لك، جمهور الوداد كلمه قليله في حقه، لان يعني جمهور الوداد ما غاديش نكون بالغت الا قلت لك من اهم الاسباب اللي خلاتني تطورت في اللعب ديالي هو جمهور الوداد. علاش؟ لان جمهور الوداد جمهور ما كيقبلش انصاف الحلول، جمهور عنده الرباح فقط، عنده اللقب فقط، ما عندوش شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء. فانت النهار اللي كتكون جبتي ريزلتا ماتش نيل ولا شي حاجه وعند بالك بانك كدير دوك الحسابات ديالك، راه بقيت بعيد على هذا بهذه النقاط، وراه الا ربحت هذا الماتش غادي نطلع كذا، الجمهور ديال ما عندوش هذا الشيء، فهو تيطالبنا دائما بالافضل، دائما كيطالبك بالانتصارات، دائما كيطالبك بالالقاب، وبالتالي فانا خديت هذاك الامر هذا من الناحيه الايجابيه ديالو، هو انه كان كيموتيفيني باش انني كل مباراه خصني نكون في المستوى، كل مباراه خصني نكون في المستوى، ودوماج انني ما استوعبتش الدرس منذ البدايه، لانه في الاول كانت عندي ديك لا موتيفاسيون باش انا جاي، ولكن من بعد جاتني واحد الفتره ديال ممكن نقول لك خمول، واحد الفتره ديال التراخي، فاللي فيقني فيها هو جمهور الوداد البيضاوي صراحه. رفيع شكون كان عندك في الرئاسه بالنسبه للنادي؟ كان مسيو اكرم، نعم كان مسيو اكرم، من هذا المنبر كنوجه له تحيه، لانه كان كيعاملني معامله خاصه صراحه، انسان ما شفت منه غير الخير، لا في المعامله في البدايه فاش غادي ندير الانتقال، رغم انه كان الرئيس انا ذاك هو السير في الشتالي، ولكن كان اكرم لو فيس بريزيدون هو اللي شرف على الصفقه ديالي انا من اولمبيك خريبكه، ف لا ديسكوسيون لي نيغوسياسيون معاه دازو بسلاسه، فما لقيتش منه الرفض في حتى امر، فكان كيقول لي فقط انا غادي نجيبك، مي بغيت نشوف لو روندمون، بغيت نشوف رفيق ماشي ديال خريبكه، بغيت نشوف واحد رفيق بوحدو ديال الوداد. الحمد لله كنظن دوزت مع ثلاثه المواسم ناجحه، كان ممكن ندوز اكثر، ولكن الحمد لله على كل حال داكشي اللي قسم الله رحنا دوزنا في الوداد البيضاوي.
المرحلة اللي كانت ما بعد الوداد. ما بعد الوداد صبر لي وشرت ليها بعجاله، هو جاء العرض ديال الوحده السعودي، العرض ديال الوحده السعودي. السعوديه كانت هذه الوحده السعودي كيتواجد في مكه المكرمه. جاني هذا العرض هذا بالموازاه مع كما قلت لك قبل، مع واحد المجموعه ديال العروض، منهم عرض ديال الفريق كيلعب غيلعب اليوروبا ليغ. وبقيت كنفاضل لاخر لحظه، بقيت كنفاضل ما بين هذا العرض هذا والعرض ديال الوحده السعودي. فمن بعد ما استخرنا الله عز وجل اولا، ثم بالاستشاره مع القدوه ديالي في كره القدم هو رافق عبد الرحمن، الاخ اللي كيكبرني باربعه سنوات، فحتى هو قال لي بانه ربما ما تعودش هاد الامر هذا ديال انك تدوز على الاقل واحد السنه في مكه المكرمه، فلما لا الانسان يربح شويه هنا ويربح شويه هنا. فرغم ان العرض ديال تركي كان كيفوق بكثير العرض ديال الوحده السعودي من الناحيه الماليه، ولكن فضلت على انني نمشي السعوديه. الحمد لله ما ندمتش على هذا الاختيار هذا، لاني يعني ندوز السنه الحمد لله ممتعه في الوحده السعودي. أسفي كذلك. لا قبل ما اسفي، من رجعت من السعوديه، فانا مشيت للدفاع حسني الجليلي، دوزت معه الحمد لله واحد الموسم. كان انا ذاك السي فتحي جمال هو المدرب، نادى عليا سيمونيب الرئيس اللي كان. مشيت للجديده، كان عندنا امل على ان نفوز البطوله، ولكن مجموعه ديال المشاكل في البدايه. جاء من بعدها تغيير ديال الرئيس، جاء من بعدها سي فتحي جامع حتى هو تصاب واحد الوعكه صحيه ومشى. فمن بعد جا السي جواد الميلاني، اللي تما كنا درنا واحد الانطلاقه جيده ورجعنا في البطوله بشكل قوي، ضمننا البقاء الحمد لله بواحد الهدف سجلته ضد فريق حسنيه اكادير. باقي الناس دي الجديده ملي كنتلاقى معاهم كيذكروه ليا. ومن بعدها فدخلنا المنافسه الافريقيه والحمد لله مشينا بعيد، لعبنا اخر مباراه اللي كانت غدوزنا لدور المجموعات، لان دور المجموعات انا ذاك كان كيتلعب بنظام الا وصلتي المجموعات فانت في الدومي فينال. ولكن هزمنا في مباراه امام اتلتيكو بيترو الانغولي، هزمنا 3-2، والحمد لله واحد السنه كانت حتى هي ممتعه مع فريق جديده. عاد من بعد غادي تجي 3 سنوات ديال اسفي. لي كومونتير واحد كيقول لك هديتي البطوله لتطوان. واقول له قبل ما تقول هديتي البطوله لتطوان، قول له صوفيتي اولمبيك اسفي، قول له الى صوفيت اولمبيك اسفي وعلى ديك النتيجه خدات البطوله تطوان بالصحه والراحه، ما عنديش اشكاليه. دونك قبل ما ندوزو للمرحله ديال الفريق الوطني، بغيت نعرف رفيق يعني الحياه ديال اللاعب، الحياه كيفاش خصها تكون، طويله قصيره، شوف السويديه يفكر في المستقبل ديالو شي حوايج كيف هكا. اخ نور الدين، كنظن ترتي واحد النقطه اللي هي ربما نقطه فاصله ممكن نقول انا في الكارير ديال اي لاعب، وممكن هذه تكون نصيحه حتى لي جون جوار اللي هما جايين دابا وبغاو يديروا واحد الكارير. فكنقول لهم بانه لا في بريفي ديالكم، الحياه الخاصه ديالكم راه هي السبب، وهي اللي ممكن تخليك تمشي بعيد في الكوره او لا المستوى ديالك ولا الكارير ديالك ما تكونش كبيره، لانه الحياه الشخصيه ما كيشوفها حتى شي واحد، عارفه غير انت، فانت اللي مسؤول عليها وانت اللي خصك تقادها. لانه ملي كتشوف كما درت واحد الدوره تكوينيه مع الاكاديميه المغربيه للمرافقه الذهنيه، فخدينا كاين اون غو دو لافي، واحد العجله ديال الحياه. هذيك العجله ديال الحياه كتقسم المجموعه ديال الاجزاء، كيبقى العمل غير جزء من ذوك الاجزاء. الا بغيتي انك تكون العجله عندك مزيانه ولا في بروفيسيونيل اللي هي كره القدم تكون عندك بواحد الشكل جيد، راه خصك هذوك الاجزاء الاخرى تعمرهم بما فيه الكفايه، ومنهم كما قلنا الحياه الخاصه، الحياه الزوجيه مع العائله، حياتك بوحدك الخاصه مع وعلاقتك مع الله عز وجل، الحياه مع الاصدقاء. راه هاد لونفيرونمون هذا وهاد لونتوراج راه كله مهم باش انك تكون ناجح في الحياه العمليه ديالك. واش لا في هي كتكون شويه لونترينمون صعيبه شويه؟ من طبيعه الحال هي شنو اللي صعيب فيها؟ الصعيب فيها هو لونجاجمون، هو الالتزام. الا قدرتي وكنتي مثلا عندك ان اوبجيكتيف حددتيه، عندك واحد الهدف حددتيه وبغيتي توصل ليه، كتعرف بانه باش نوصل لذاك الهدف كاينين مجموعه الامور اللي خصني ندوز منها. اول حاجه خصني نلتزم بالتدريب، خصني نلتزم بالراحه، بمعنى خصني نعطي لهذيك الكره الحق ديالها. ثم كيجيو الامور اللي هي عوامل مساعده، هي عوامل اخرى جانبيه كتحيط بك، ولكن عوامل مساعده في النجاح ديالك في المهنه ديالك، اللي هي العائله ديالك، الاسره ديالك، العلاقه الخاصه ديالك، الاصدقاء. هادو كلهم لازم على انك تصيبهم وتقادهم باش انك تكون
ناجح في المشوار الكروي ديالك. فكنظن بانه المتعب هو داك لونجاجمون، ولكن هذيك لونجاجمون وداك الروتين ديال انك كتبقى تدرب باش تلعب المباريات ومن بعد مباراه ومن بعد مباراه، اللي كيخليك على انك تصبر وعلى انك تستمر هو انه كيكون عندك واحد الهدف في حياتك. فلازم تدير هدف على المستوى القريب، على المدى القريب. لازم تقول بانه انا بغيت مثلا نعطي اكزومبل، هاد السنه خصني نكون جوار تيتولار في ليكيب ا، في ليكيب ديالي خصني نكون لاعب رسمي. وعلى المدى المتوسط يعني من هنا واحد العامين او ثلاث سنين، انا راه خصني نكون ديجا لو كابيتان ديكيب مثلا ديال الفرقه، من الناحيه الايجابيه كابيتان بمعنى اني يكون عندي ديك الاضواء والناس يشوفوني وهذا. ومن بعد على المستوى البعيد خصني نوصل ليكيب ناسيونال، وخصني نلعب، وخصني ندير كارير، وخصني نمشي بروفيسيونيل. يعني الانسان الا كان عنده واحد التنظيم في الحياه ديالو، فاكيد واكيد على انه غادي ينجح ان شاء الله. هو كيكون حس احترافي شويه، يحس يعني من طبيعه الحال كيكون حس احترافي. الا ما عندكش ناس اللي يساعدوك، فاكيد انك غتمحن شويه. ولكن ممكن نقول لك بانه الانسان ماشي عيب على انه يقلد، كما قلت لي انت مثلا في البدايه فاش هضرنا على انت كلاعب، شكون هو اللاعب اللي كنتي كتشوفه كيلعب وكتستلهم منه شي حاجه؟ فانت ممكن على انك تقلد واحد اللاعب، كتشوف مثلا التضحيات اللي قدمها هذاك اللاعب باش انه وصل لذاك النيفو. راه ماشي اي لاعب وصل لواحد المستوى راه خاصك تشوف من وراه. راه حنا كنشوفوا غير النصف ديال الكاس المملوء، ما كنشوفوش داك اللي كنشوفوا غير الفارغ، عفوا كنشوفوا غير النص اللي هو فارغ، ما كنشوفوش داك المملوء. والمملوء هو اللي كيكون تحت، بمعنى ان الانسان الا شاف دوك التضحيات، داك لو ساكريفيس، داك المجهود، لان ما كتعيش بحالك بحال الناس. بمعنى انه الا الناس ما عندهاش مشكل تسهر حتى ل 12، انت راك مطالب انك ل 10 تفيد الناس، وبالتالي هذه كتكون تضحيه. الا ما خصكش تظهر في بعض الاماكن، هذه راها تضحيه. الا بغيتي توصل لواحد النيفو ضروري غتخلي من شي حوايج. وكنتمنى ان شاء الله هذه رساله لجميع اللاعبين اللي هما مقبلين على الاحتراف، باش انهم ياخذوا قدوات في الحياه ديالهم ويحاولوا يحطوا اهداف للمشوار الكروي ديالهم، وتكون عندهم شي شويه ديال يكون واحد شويه ديال الصدق، ويكون واحد شويه ديال العلاقه مع الله عز وجل. لان هذه، ولا سمحتي لي اخويا نور الدين، هذا واحد المفتاح اللي انا شخصيا فك دائما كنخدم به في الحياه ديالي بشكل عام، لا الحياه العائليه لا الحياه المهنيه. فدائما كيكون عندك داك الميزان ديال الله عز وجل، ديال الايمان، اللي كيخليك الا جاك شي امر اللي هو مثلا محزن فبسرعه كتخرج منه، كترجع الامور لله عز وجل وكتخرج منه. الا جاك شي امر اللي هو مثلا مفرح فكيخليك على انك تتواضع، تحط الامور الرجلين ديالك في الارض وتزيد تكمل لوبجيكتيف ديالك. بالطبع لابد وصلنا للفريق الوطني. الفريق الوطني اول محطه الحمد لله كانت عندي هي دوري الصداقه الدولي اللي كان في قطر مع السي مصطفى مليح الله يرحمه بهذه المناسبه. فهو نادى عليا، انا كنت هذيك الساعه لاعب ديال جمعيه سلا، وكان العمر ديالي 19 سنه. وخليني نقول لك خويا نور الدين باني كنت اصغر لاعب في الجمعيه السلويه، ولا رئيس النادي لا الناس المسؤولين ما عارفينش بان رفيق عنده 19 سنه، لاني كنت دائما كنخلي الحياه شي شويه بحال هكا، فكانت كتعطيني اكثر من اللاج ديالي. وبالتالي فالوقت اللي جات لا كونفوكاسيون من عند السي مصطفى مديح للاداره ديال الفريق، فهم تفاجئوا، فبداو كيسولوا ياك واش كاين شي خطا، واش كاين شي حاجه، لانه ما عندوش لاج اولمبي. فانا كنتلاقى مع الرئيس النادي كيسولني، قال لي شحال العمر ديالك؟ قلت له ودي عندي 19 سنه وانا داخل على 20 سنه. فبقى كيشوف فيا ودار لي بحال هكا، قال لي وليدي والله ما كنتسحب. قال لي كنسحبك عندك شي 30 سنه، لاني كنشوفك كتمشي غير مع، انا كنت كنترافق مع 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 الحاج مصطفى الزعناني، هذا مؤطر حاليا في فريق اولمبيك قريبكا، كنوجه له التحيه. كنت كنترافق معاه، كنت كنمشي انا وياه، لان كانت عنده اكسبيريونس كبيره لا في قريبكا لا في الانديه اللي لعب فيها. وكنت كنحاول على انني نستافد منه. فانا دائما في الحياه ديالي كنت كنمشي مع الدراري اللي هما كبار مني في لاج، لان كنقول خصني نمشي مع شي واحد اللي غادي ناخذ منه شي حاجه اللي غادي تفيدني في الحياه ديالي. وبالتالي استفدت الحمد لله في المشوار الكروي ديالي. هذه المحطه اللي قلت لك خويا نور الدين ديال 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 المنتخب الاولمبي كانت محطه مهمه. لعبنا ديك التورنوا ديال دوري الصداقه الدولي، وهي كانت بحال قلتي بمثابه بروفا بالنسبه ليا. وكانت سي مديح بغى يشوف مدى القدره ديالي على التاقلم لا مع المجموعه
لا مع الاجواء ديال المنتخب الوطني وهذا، فالحمد لله لعبت المباريات كلها 90 دقيقه تقريبا، قدمت مردود جيد الحمد لله. من تم فانا بديت كنلعب في المنتخب الاولمبي، ولعبنا الحمد لله التصفيات ديال الاولمبيه ديال اثينا. من بعد صافي رجعت الفريق الاولمبي خريبكا. الا بغيتيني نقول لك واحد، هي ماشي طريفه، ولكن خليني نقول لك بان اغلبيه المدربين اللي نادوا عليا المنتخب الوطني الاول أول كلهم دي زيترونجي. اللي كيجي اترونجي كيدير رافق عبد الصمد في لا ليست، سواء لا ليست داتونت ولا كلهم تقريبا دخلت معاهم معسكرات. لا البدايه بفيليب تروسي، لا بروجي لومير هذا اللي لعبت معاه واش الاقصائيات ديال كاس العالم وكاس افريقيا، لا مسيو اللي كان عندنا اللي كان في السعوديه وجا عندنا، مشيت لعبت معاه البطوله العربيه وخديناها، مسيو كيريت عفوا، لا مسيو كيريت. يعني تقريبا كاع المدربين، والنهار اللي كيجي شي مدرب مغربي فرافق ما كيكونش في لا ليست. السبب شوف انا باش ما نهضم حتى شي واحد حقه، الديفو ماشي فيهم، المشكل في ذاك الضغط الاعلامي اللي كيتمارس على الاطار المغربي بالمقارنه مع الاطار الاجنبي. وبالتالي بمجرد كيجي شي اطار مغربي فكتشوف لا ليست فيها 98 لاعب اجنبي، وكتشوف واحد لاعب ولا جوج ولا ثلاثه من البطوله الوطنيه، وراك عارف لاعب ولا جوج من البطوله الوطنيه اكيد غيكون اما من الوداد ولا من الرجاء ولا من الجيش الملكي في ذيك الوقيته، لانه لما رضيتيش هاد الفرق هادو، لانه احنا كنا عارفين كيفاش كانت تتم المنادات على اللاعبين المنتخب الوطني. هذه ماشي شي حاجه جديده اللي غيقولها رفيق، ولكن هذه حقيقه عشناها. فانا جيت واحد الظرفيه اللي هي صعيبه باش تلعب في المنتخب الوطني. يكفي نقول لك بانني وانا لاعب ديال اولمبيك خريبكه، فتكلاسيت ثاني احسن لاعب ورا سفيان علودي، وكان معنا مديحي هو الثالث، ثاني احسن لاعب في البطوله الوطنيه، وانا لاعب ديال اولمبيك خريبكه، وعندي ديك الساعه 19 سنه ولا 20 سنه، فما كانش كيتنادى عليا المنتخب الوطني الاول. وفي الحين ان مديحي كان كيمشي وسفيان العلودي كان كيمشي، وثاني احسن لاعب ما كانش كيمشي، غير باش نبين لك كانوا شي كواليس وكانوا شي حوايج اللي كاينه. ولكن الحمد لله كنظن بانه خديت حقي انا، الحمد لله ما كان جو غريت غيان، ما عمري كنتحسر على شي حاجه. داكشي اللي قسم الله خديناه وراضين به، والحمد لله على كل حال اخويا نور الدين. بالنسبه لرفيق، يعني دابا وقع تسجيل تدريبك يا رفيق على ما كاين تدريب نو مشيت اخويا، مشيت للتدريب وانا مازال لاعب. اي باش نقول لك، باش الناس ما يبقاوش دائما يقولوا بانه لاعب حتى كيسالوا الكاريير وكيوصلوا 40 سنه عاد كيبغيو يبداو يتكونوا، كيخصهم واحد 10 سنوات باش يديروا تكوين، ومن بعد كتوصل وانت عندك 50 سنه عاد كتولي مدرب. فاحنا اقتداء، ماشي لدرجه اقتداء ولكن تشبها بالناس اللي في اوروبا، كنشوفوا لاعبين اللي مازالين كيمارسوا وهما كيديروا التدريب. فانا خديت مشيت على نفس المنهجيه، وبديت التكوين ديالي وانا باقي لاعب. بديت باول دوره تكوينيه كانت عن بعد بار انترنت، وانا في لاعب ديال فريق اولمبيك اسفي. من بعد مشيت دوزت الدبلوم سي ديالي، دوزته في طنجه في 2015. الحمد لله خديت هذاك الدبلوم، هذاك الدبلوم خول لي على انني ندوز ديريكتومون ان ديبلوم لي ديبلوم بيكاف اللي نظمته الجامعه المغربيه. كان انا ذاك مسيو لارغيت مع مسيو مورلون، وكانت اون سيسيون ريزيرفي لي جوار انترناسيونال. والحمد لله بداك التفوق اللي كان عندي في الدبلوم سي، فهم خولوا لي على انني ندوز مباشره. دوزتو هو الحمد لله، دوزتو هو بتوفق وخديته. ومن بعد الحمد لله جاني عرض مباشره من بعد هذاك التخرج هذا وهذاك الدبلوم اللي حصل اللي خديته، وصافي وجي اونطامي هاد لو باركور ان شاء الله ديال اونترينور. في انتظار ان شاء الله نديرو دورات تكوينيه اخرى. حاليا ماشي حاليا، السنه الماضيه فانا خديت واحد الدبلوم ديال كوتشينغ مونتال، كنظموا الاكاديميه المغربيه للمرافقه الذهنيه بالرئاسه ديال الدكتور زكريا بن عمر، راه معروف على الصعيد المغربي وعلى الصعيد العالمي. تحيه الدكتور ديالنا، تحياتنا للدكتور، وتحياتنا للاخ المسعودي امين المال والرجل ديال الخفاء اللي كيخدم مع الاكاديمي. فخديت الحمد لله اون سيرتيفيكا ديال ان كوتش مونتال، والان حنا في صدد اننا كنزيدوا في التكوين ديالنا، التكوين عن بعد اللي صيبته نفس الاكاديميه المغربيه بدي كونفيرونس فيديو، اللي جامعت الحمد لله تقريبا ما يناهز 100 مدرب مغربي ومدرب اجنبي، لا على الصعيد العربي ولا حتى على الصعيد القاره ككل،
فالحمد لله كاينه تقريبا 100 شخص الحمد لله. رفيق كيفتخر على انه من بينهم وانني كندرس مع هاد الناس. كاين واحد لو بارطاج هائل من ناحيه المعلومات لي زانفورماسيون لو سافوار لو سافوار فير، وكنظن بان هادشي كله ما يمكن له الا يرجع بالنفع الحمد لله عليا ومستقبلا ان شاء الله على الكره المغربيه. بالنسبه مع لي كومونتير الاخوان بزاف كيقول لك اودي زعما تكون اطار في بالنسبه للمدينه ديالك خريبكه لوسيكا ولا للمدن المجاوره ولا شي حاجه. و خويا نور الدين، اولمبيك خريبكه الفريق الوحيد اللي ما فيش المساومه. انا ما باغي حتى حاجه، انا ما كنقولها لهم الان، انا ما باغي حتى شي حاجه. هما كيعرفوا رفيق وكيعرفوا القدرات ديالو، فالنهار اللي اولمبيك خريبكه غيوقف على رفيق، رفيق ما غاديش يرفض نهائيا وغادي يلبي النداء في اي بوست بغاو، ما كاين حتى شي اشكاليه. الان انا بصدد التكوين وكنطلب على انني نزيد نتكون ونكون في المستوى باش الى شي نهار لما لا، على انني انا الطموح ديالي والرغبه ديالي هو بغيت نشوف من مدينه خريبكه ما كرهش يخرجوا دي زونترينور، لانه في الفتره السابقه اي واحد جا لمدينه خريبكه وخدم في مدينه خريبكه فكيبقى دائما كيدور في ديك الدائره ديال خريبكه. شفنا امثله كثيره وشفنا حتى ما يحدث الان في فريق اولمبيك خريبكه. فانا كنقول على الراس والعين، الا بغاتني اولمبيك خريبكه ما عنديش اشكاليه، ولكن راه كاين العدد كثير، كاينين الحمد لله اصدقاء ديالنا الان خدامين مع اولمبيك خريبكه، كنتمنى لهم التوفيق. فالوقت اللي غيبغينا ولا غيبغيونا الناس دخل خريبكه فبالفرحات علينا، داك الشيء اللي غنقدموه لفريق اخر نقدموه لخريبكه هي الاولى ان شاء الله. عندي واحد طبعا نفتحوا الواجهه ديال العالم، يعني ديال العالم. عندي واحد بحوكا بالنسبه لكوب دي موند، كاس العالم، الانسان كيشوفهم القباش سي لابوتيوز كاس العالم، شي كاس العالم بقات لك في الذهن ديالك؟ كاس العالم اللي بقات لي في الذهن ديالي هي كاس العالم ديال 98. كاس العالم ديال 98 اول حاجه كان الحمد لله مشارك فيها المنتخب الوطني في اون جينيراسيون اللي كنفتخروا بها، بلا ما نذكر الاسماء لانني غننسى اسماء اخرين، ولكن خليني نقول لك بانه المنتخب الوطني كانوا شرفونا في مجموعه ديال المباريات. الكل كيتذكر الاحداث اللي دازت، فبشويه ديال التوفيق، ما كنقولش الحظ لانني ما كنامنش بشي حاجه سميتها الحظ، ولكن كنقول بشويه ديال التوفيق كان المنتخب الوطني ربما يكون في الدور الموالي ويحقق واحد الانجاز اللي هذه مده وهذه سنوات طويله وحنا كنتسناو على ان المنتخب الوطني يمر من الدور الاول ديال المجموعه ديال كاس العالم قبل ما تجي شويه ديال النكبات وما بقيناش تاهلنا لكاس العالم. فتم المنتخب الوطني فكان مشارك، وكان عندي واحد الاهتمام بحال جميع المغاربه على انني نشوف المنتخب الوطني في ديك الدوره. ثم كان عندي واحد من بين اللاعبين المفضلين عندي كان هو زيدان مع المنتخب الفرنسي. وزيدان من 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 الاسباب اللي خلاوني بقيت متبع المونديال حتى الاخر وتقريبا تفرجت فيه كله، فبقى راسخ في الذهن ديالي لاني تقريبا شفت جميع المباريات وتبعت كيفاش الفريق الفرنسي فهو خد الكاس من المنتخب البرازيلي اللي حتى هو كان كيضم النجوم، لان احسن منتخب عندي هو المنتخب البرازيلي، الكره ديالو والطريقه باش كيلعب الكره. فالمونديال ديال 98 بقى راسخ في الذهن ديالي، لا بالمشاركه المغربيه، لا بالفوز ديال فرنسا، لا بالمستوى ديال 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 المنتخب البرازيلي، وكذلك ما ننساش حتى المستوى الجيد اللي ظهر به المنتخب النيجيري لانه كان منتخب جيد في ديك المنافسه. عندنا ديما حنا شويه كنتبعوا لي كومونتير هنايا الاسئله اللي كيطلعوا. متتبع كيقول لك ودي المرحله ديال طنجه جات من بعد واحد المرحله ديال المغرب تطواني اللي مرحله كانت حتى هي مهمه في الكارير ديالي، فشاركت فيها في بزاف ديال المنافسات. انا مشيت لعند فريق اللي هو بطل فدافعت على لقب البطوله، لعبت كاس العرش، لعبت كاس العالم ديال الانديه، ودخلنا لدور المجموعات ديال الكوب دافريك ديال عصبه الابطال الافريقيه. فقبل ما ينتهي الموسم تقريبا بواحد جوج الاسابيع فنادى علي سعد الحق بن شيخه، فهو شرح لي شنو واقع في طنجه وعطاني المشروع اللي باغيين يوصلوا ليه الناس طنجه، ولقاني حتى انا من الطينه ديال الناس اللي كيحبذوا على انهم يلعبوا كره القدم في واحد الاطار، يعني بمعنى اننا ما نبغيش نبقى في واحد في النيفو اللي هو ستابل، نبغي ان يكون شي شويه ديال لابريسيون اما ديال الجمهور اما ديال الفرقه بانها بغات تلعب على البطوله، اما شي فرقه اللي بغات تكون راسها وبغات تبان. فنبغي نكون واحد من الناس اللي يساهموا
ويساعدوا شي فريق على انه يحقق شي حاجه. وبالتالي فعجبني الموضوع المشروع ديال طنجه، رغم انه في نفس اللحظه كيجيني عرض ديال التجديد من المغرب التطواني، فتكلموا معايا الناس بالمناسبه الاخ اشرف ابرون كنحييوه لانه داز معك تقريبا البارح، فانا شفت تقريبا الحلقه ديالكم، داكشي كان ممتع تبارك الله، فانا كنحييه وكنحيي الحاج عبد الملك ابرون صراحه من الرؤساء المميزين في الكره المغربيه. فمشيت لطنجه على ذاك الاساس، على ذاك الاساس هو انه بغينا نحقوا شي حاجه الفريق، رغم انه يلاه صاعد، ولكن فانايا اللي شدني هو المشروع اللي تكلم لي عليه السعد حق بن شيخه. ففريق اللي عنده اول حاجه ملعب كبير، عنده مدينه كبيره، عنده قاعده جماهيريه كبيره، كاينين الناس مسؤولين في المستوى اللي عندهم رغبه على انهم يطوروا الفرقه. وبالتالي فانا شفت بانه كاين واحد التحدي، علاش لا ما يبقاش تذكر السميه ديال رفيق في طنجه. والحمد لله داكشي اللي كان، فانا دوزت غادي نقول لك 15 دوره الاولى من المستوى الكبير، كنت هداف ديال البطوله الوطنيه، وكنت هداف ديال الفريق ديال اتحاد طنجه تقريبا بمجموع ديال 10 الاهداف في 14 مباراه زائد الضربات الحره. فهادو احصائيات اللي عطاهم لي السي عبد الحق، وهو كيعرفني كيفاش داير، لان ماشي من النوع اللي كيفتخر مثلا بنفسه على انه سجل او لا، هذا عارفني غنبقى متواضع. فهو قال لي لا، لازم انك تبقى في هاد النيفو هذا، وراه مازال تلعب في ليكيب ناسيونال. ولكن ما غنقولش للاسف، ولكن الحمد لله على كل حال جاتني واحد الاصابه اللي خلاتني تقريبا غبت على الميادين لمده ديال 7 حتى 8 ديال المباريات. رجعت للدار البيضاء ودرت مجموعه ديال الفحوصات ودرت الترويض، اتضح بانه الاصابه ديالي ماشي مقلقه بزاف، ولكن كيخصها واحد العنايه، عطيتها الوقت الكافي ديالها، شيء اللي ضيع ليا ديك الاستمراريه في العطاء. ولكن الحمد لله رجعت من بعد، وبقيت كندخل بعض المباريات احتياطي حتى لنهايه الموسم، اللي الحمد لله موسم ناجح، وكنفتخر على انه سجلت اول هدف لفريق اتحاد طنجه في البطوله الاحترافيه. رفيق، واحد الموضوع كيكون هو كيبزز علينا باش نهضروا عليه، الموضوع ديال الفرق المغربيه اللي ولات يعني في الافريق باينه بزاف، ديستانغي، بركان، حسنيه، الرجاء الوداد. الاخ نور الدين، انا غادي نكون معك صريح، شي قبل ما هذه الفرق هذه تولي ظاهره وبارزه على المستوى الافريقي، راه الارضيه اللي تفرشات لهذه الفرق هذه باش انها تكون في هذا المستوى ما خصناش نغفلوها. اول حاجه التوجه ديال صاحب الجلاله على المستوى الافريقي، راه باش ترجعوا للمكانه ديالها على الساحه الافريقيه، والتوجه اللي خداه جلاله الملك على العاتق ديالو بانه المغرب خصو يرجع من الرواد على الساحه الافريقيه، وشفنا الاتفاقيات اللي دار، شفنا الرجوع للمنصه الافريقيه، هذه من جهه. ثم جات الجامعه المغربيه في الشخص ديال القجع، وانخرطات في ذاك التوجه اللي قام به صاحب الجلاله، ولات عندنا واحد المكانه على المستوى القاري فاش دخلنا للتمثيليه ديال الكاف. ثم في الحمد لله ما بقيناش كنشوفوا الفرق المغربيه كيتهضم الحق ديالها، ما بقيناش كنشوفوا بانه اي واحد ممكن يتعسف على المغرب وممكن على انه يهضم له الحق ديالو، ولينا كنشوفوا بانه بطريقه او باخرى كناخذوا الحق ديالنا. وبالتالي مني تقادت الموازين ديال القوى، فتما فين بانت القوه ديال الانديه المغربيه، بدايه بالوداد البيضاوي، ثم حسنيه اكادير، ثم نهضه بركان، والان الرجوع ديال فريق الرجاء البيضاوي حتى هو اللي رجع بشكل قوي للمنافسه الافريقيه. ولينا كنشوفوا الحمد لله اربعه ديال الفرق عندنا في نصف النهايه ديال جوج الكؤوس الافريقيه، فهذا ماشي بشيء سهل. ثم راه الحمد لله جايين فرق اخرى، كنتمنى على انه فقط المغرب ديالنا يزيد يطور من الامكانيات ديال الانديه ديالو باش اننا تولي عندنا واحد التنافسيه، وما نبقاوش نشوفوا واحد اربعه ديال الفرق ولا خمسه فقط هي اللي كتشارك، بغينا نشوفوا واحد ثمانيه ولا تسعود، والفرق الاخرى تبقى كمكونه او لا كمنشطه للبطوله، ماشي عيب. والاهم من هذا هو انه في الاخير كما قلت يا اخويا نور الدين، كتشوف المغرب ممثل بمجموعه ديال الانديه في منافسات افريقيا. رفيق، باش نخرج شويه من كره القدم، الرياضات الاخرى، يعني مدينه خريبكة كانت معروفه برياضات ممتازه بالنسبه لمدينه خريبكة، الجيدو، الهوند، واحد الوقيته ياما كلاسيك هوند، يعني قربنا نمشي رياضه اخرى اللي عز عليك. كتبان لي بعد انت راك كتجي عندنا الخريبكة اخويا، راك مهم شاد المعلومات ديال خريبكة وعارف شنو واقع الحمد لله. خريبكة انا من الصغر ديالي وانا كنشوف وانا لاعب ديال اولمبيك خريبكة في الفئه السنيه، فكانوا مجموعه الرياضات اللي كانوا كيبانوا لي والرياضات اللي هي مميزه. اول حاجه كره اليد،
فاحنا كان عندنا فريق ديال كره اليد كان كيلعب في الدرجه الاولى، وكانوا عندنا لاعبين اللي الان فهما كيشتغلوا في باعوا بالماحي. صحيح. ها انت دابا راك شاد الاسماء اسكندر، اكثر مني، اسكندر اسكندر شفتو انا ب 75، واسكندر، فهادو مجموعه اللي معروفه عندنا في المدينه، معروفه في الوسط الاخريبكي بكره اليد. ثم كاينه الكره ديال الفولي، الكره ديال الكره الطائره، حتى هي كانت عندنا فرقه جيده. غير الامس القريب، واحد الاصدقاء ديالي هو اللي كان مدرب ديال هذه الفرقه هذه، واستطاع على انه يطلع بالفريق من القسم الوطني الثالث للقسم الوطني التالي حتى للقسم الوطني الاول، ولكن فضل انعدام شويه ديال الامكانيات، الظروف، الشغال، فالشيء اللي ما كيحمش على انه يجي وليدات اخرين ويمارسوا هذه الرياضه. فالكل كيتوجه للمدرسه ديال كره القدم، الكل كيتوجه للنادي الاولمبيك، الكل باغي يولي لاعب ديال كره القدم. فهذا هو اللي خلى مجموعه الرياضات، ممكن نقول لك حتى حمل الاثقال. انا احنا من خريبكا خرجوا مجموعه ديال الابطال ومشاو لمدن اخرى ومثلوا المغرب على ما اظن في منافسات افريقيه. فالحمد لله خريبكا كانت دائما معروفه بالرياضيين وبالرياضه بشكل عام. كاين نهضروا شويه على الفن، عبيده الرما شويه. خويا نور الدين، مشيتي لي الحاجه اللي ما تنعرفش ليها بزاف، ولكن انا كنشوف وكنسمع. فهذه طقوس على ما اظن، هذه عادات وتقاليد اللي حياوها واحد المجموعه ديال دي جون، لان كانت الامور قبل فهي ما كانتش معروفه، ولكن كانت عادات قديمه، وهاد لي جون هادو فهما حياوها. لقيت اللي غادي يحيوها واحد المجموعه كنظن بان كنعرف فيها شي جوج ولا ثلاثه الاشخاص، اصدقاء ديالي هما اللي حياوا هذا الفن هذا. وهذا الفن ولا مقبول في المغرب كله، ماشي غير في المغرب، راه مشاو حتى لاوروبا، مشاو حتى لافريك، ومنهم هما نباتقوا مجموعه ديال الفرق. ولينا كنشوفوا في المغرب راه كاينين مجموعه تبارك الله ديال الفرق اللي كيديروا هذا الفن هذا بين قوسين. انا ما كنسميهش فن، ولكن كما قلت انت هذا فن، لانه تراث، باتريمون تراث، ممكن نقولوا تراث مغربي او لا تراث خريبكي داخل المنظومه المغربيه. يمكن غادي شويه كنوصل للنهايه، شي حاجه اللي نسيتها انا رفيق وما قلتهاش لك؟ اخويا اش غنقول لك، تبارك الله كل شيء هضرنا عليه، كتبقى غير المحطه الاخيره ديال حسينيه اكادير، ما بغيتهاش هي تدوز وما نذكرهاش، لانه تما فين قررت على انني نهي المشوار ديالي من بعد ما انتهى الموسم مع حسينيه اكادير. قبل ما نهضر على نهايه الموسم، غنبغي نشكر السي عبد الهادي السكيتيوي، لانه هو اللي كان وراء الانتداب ديالي الاسفي، وهو اللي كان وراء الانتداب ديالي الاكادير، مدرب اللي رغم العروض اللي كانت كتكون عندي كنت كنبغي نمشي عنده. علاش؟ لانه تما فين بدا الفكر ديالي بانه ما بعد كره القدم شنو غدير رفيق. كتقول انا عندي مثلا 30 سنه 28 سنه، رفيق ملي غتسالي كره القدم شنو غادي دير؟ الحمد لله عندك شي امور اخرى، مواهب اخرى، ولكن راه الحاجه اللي كتبدع فيها واللي كتفهم فيها مزيان هي كره القدم، وبالتالي خصك دير تكوين وخصك تستافد من الناس. الا ما عندكش مرجع في حياتك من الناس اللي تستافد منهم فما غاديش تمشي مزيان. وبالتالي فكنت دائما فيما كينادي عليا السي عبد الهادي السكيتيوي، فكنت كنمشي لعندو على اساس انني ناخذ من عنده لا طريقه ديال التدريب، طريقه المعامله، لانه عنده طريقه ديال التكوين ديال 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 المدرسه الهولنديه، معروفه بالتقنيات، معروفه الان على الصعيد العالمي، لان كونت لنا لاعبين كثار المدرسه الهولنديه. وبالتالي فالحمد لله استفدت منه شيء كثير في مدينه حسينيه اكادير. ما ننساش حتى رئيس الفريق سيسي دينو، ما ننساش الجمهور السوسي، كلهم رحبوا بيا، ما سمعتش منهم شي حاجه، رغم انه في اكادير تعرضت لجوج مرات للاصابه، الشيء اللي ما خلانيش انني كنلعب باستمرار. ومع نهايه الموسم فانا طلبت من الرئيس، رغم انه كان كيفكر على انه نبقى مع الفريق واحد الموسم اخر نظرا للخبره ديالي وندوز اللاعبين، فقلت له بانه غادي نتوجه ان شاء الله للتدريب، فانا ملزم باش انني نقرب شويه لمدينه الدار البيضاء باش نحضر الدورات التكوينيه. الا غتجيني شي 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 دوره تكوينيه خارج المغرب تكون الامكانيه سهله، فكنفضل على انه ننهي الموسم ديالي. وتما خديت القرار من بعد ما خديت الدبلوم اللي خول لي على انني نكون مدرب في القسم الوطني الثاني اللي هو الدبلوم بيكاف، ففضلت على انني نمشي نبدا في المجال التدريب. ما حدنا باقيين صغار، نكتسبوا تجربه بكري باش نحاولوا ندوزوا في هذا المجال مده طويله ان شاء الله الا كتب الله. رفيق دابا يا عندنا هاد لا ريبريز ديال البطوله، احنا براسنا باقيين ما كاين القيل، شنو انت السيناريو اللي كيبان لك شويه ماشي كاع غير توجهنا شويه وصافي؟ وشوف هاد لو كونفينمون
بقدر ما هو عنده سلبيات بقدر ما عنده ايجابيات صراحه، لانه عنده ايجابيات كما هضرنا انا وياك على هذيك لاغود ولا في، راه ممكن الى غياثر لك على 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 من ناحيه ديال العمل ديالك، فهو غادي يقربك لمجموعه ديال الامور اللي تخليك تحقق واحد التوازن في الحياه ديالك. ولكن كما قلت انت على المستوى ديال الكره والبطوله الوطنيه، فاكيد على انه الامر صعيب باش نكونوا واضحين. راه حتى الناس اللي غادي ياخذوا القرار في هذه المساله هذه فالله يكون في العون ديالهم، لان باش ترضي جميع الاطراف فراه شيء من الصعب. اللي كيزيد من 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 شويه من الصعوبه هو انه البطوله عندنا كانت شي شويه كان واحد التباين في المباريات الملعوبه، كاينين انديه اللي باقي لهم 15 مباراه، كاين الانديه اللي باقي لهم 10، كاين الانديه اللي باقي لهم 12، وبالتالي لو كنا مثل المجموعه ديال 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 الدوريات كنا كنلعبوا بشكل منظم كان ربما تسهل الامور ونقدروا نحسموا في امر اللقب، نحسموا في امر ديال 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 الفرق اللي غتشارك منافسه افريقيه، الفرق اللي غادي تنزل الا كان غيدار النزول. وبالتالي انا كنقول في الاعتقاد الشخصي ديالي البطوله لازم تكمل، ولو انه نضحيو ببعض الامور اللي منها ممكن نضحيو بالعطله الصيفيه، ما كايناش عطله صيفيه، ممكن نلعبوا جوج المباريات في الاسبوع، وممكن على انه ناخذوا واحد الفتره اللي البطوله لاعبه وحنا نحلوا فيها فتره ديال الانتقالات، فين انه لاعبين بنهايه العقود ممكن يمشيوا لانديه اخرى او لا الفريق يعزز نفسه بفرق اخرى. وخا تبدا البطوله شي شويه معطله، البطوله ديال الموسم المقبل كنقول، فحنا نحاولوا نديروا الماكسيموم باش نساليو هذه البطوله مثلا قبل شهر 10، والا ما بدينا حتى النص ديال شهر 10 حتى لشهر 5 ولا شهر 6 الماجي، فكنظن الا دارت شي بروغراماسيون في المستوى وتكون شويه اكسليري نقدروا على اننا نتجاوزوا الامر. سينا راه ما عندناش كونفينمون، الا بغاو الناس بانه كل شيء يكون مزيان راه ما عندناش كونفينمون، وبالتالي راه الانسان خصو يصبر شويه ويعرف كيما حنا الان حنا ملتزمين بالحجر الصحي في البيوت ديالنا وما كنخرجوش الا للضروره، فاكيد على انه هاد الامر هذا اللي تعرضت ليه الكره الوطنيه ضروري غيكونوا فيه بعض الامور اللي ما كتعجبش كل شيء، كاين اللي غيكون مستفيد اكبر، كاين اللي غيكون شويه كيحس براسو بانه مظلوم، ولكن نحاولوا نفكروا في الصالح العام، وكنتمنى على ان الناس المسؤولين على الشكل الشان الكروي يتوفقوا باش ياخذوا شي قرار صائب في المصلحه ديال الكره الوطنيه. عبد الصمد ماشي مجامله، انت عندك تواصل سهل يعني الحمد لله كومبيتون يعني ما ماشي ماشي انا كنقول ماشي مجامله، حنايا كاعلاميين مره كنلقاو صعوبات في التواصل مع اللاعبين، نصيحه التواصل تيخصو شي تخريجه مع اللاعبين. فصحيح انا دابا انا خويا نور الدين لان انا كنبارطاجي مع الناس التجربه المتواضعه ديالي، وكنقول لهم بانه درت دي ساكريفيس في حياتي باش نحاول نوصل لواحد لوجيكتيف اللي بالنسبه لي انا كيكون مقنع، ممكن كان افضل مما كان، ممكن كنت ما نوصلش الحمد لله لهذا النيفو اللي انا فيه، ولكن على الاقل كنقول بانني ضحيت وصلت لهنا. فمن الحوايج اللي تحسرت عليها رغم انني وصلت الحمد لله لواحد النيفو في القرايه، فانا كنتحسر على انني ما وصلتش القرايه ديالي بواحد الشكل مستمر، ما كانش خصني نقطعها، لانه من شانها على انها تعاونك في في في, في كتسهل عليك شي الانسان اللي كيكون مثلا متفتح شويه في الدراسه كتسهل عليه على انه يتعامل مع مدرب، كيسهل عليه على انه يتلقى المعلومات من عنده، يدير داك لو ترونسفير للداخل ديالو وتكون واحد الرياكسيون ولا اون ريبونس اللي هي بوزيتيف. فكنوصي الناس وكنوصي خاصه لي جون على انه ما يفرطوش، لانه غيجي واحد الوقت ربما يتحسروا ما يفرطوش في القرايه ديالهم في الدراسه ديالهم. فكنظن الا كانت ايدوكاسيون مزيانه وإلا كانت اون في سين يعني واحد الحياه صحيه وواحد الشكل جيد، هاد جوج الامور ممكن ان شاء الله على انهم ياثروا عليك بالايجاب في المستقبل ديالك، سواء لعبتي كلاعب دولي ولا لاعب مغربي او لا ما مشيتيش حتى في الكره ومشيتي في واحد المجال اخر، فالقرايه ديالك والصحه ديالك اكيد على انهم غادي يفيدوك وما غاديش تحصل عليهم نهائيا. رفيق الجلسه كانت معك شيقه. كنشكرك خويا نور الدين وافيك بليزير، افيك بليزير في اي وقت، احنا راهن الاشاره. كنشكرك انت على 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 المستوى على الخدمات اللي كتقدموها وعلى هذا الاعلام هذا اللي بين قوسين كما كيقول السي حسن زويون ونقي، فكنشكرك عليه بزاف، وكنتمنى ان شاء الله لكم عواشر مبروكه ولجميع الناس اللي كيتابعونا في هذا اللايف هذا. بارك الله عليك رفيق، لا بروشين ان شاء الله. شكرا وتبارك الله على جميع الناس اللي تابعونا. شكرا.